هذا الفكر الذي تصفه بالمتعصبين وآخرين يصفونهم أنهم أنصار ترامب، هل هذه كانت خلايا نائمة داخل المجتمع الأمريكي انفجرت في لحظة محسوبة أم في لحظة أم هم ظهروا في لحظات غير محسوبة؟ لا لا، هم ليسوا خلايا نائمة أو شيء، لا هم من القوميون البيض وغير البيض. بالمناسبة بالأمس أنا كنت عند الكونغرس وشاهدت شخصيات من كل الإثنيات، شاهدت من العرق الأسود ومن العرق حتى من جنوب شرق آسيا، تخيل يعني من أصول صينية وفيتنامية معترضون على هزيمة ترامب بهذه الطريقة، ومن أصول لاتينية، حتى أن قائد أو زعيم جماعة البراود بويز أو الأولاد الفخورون التي تنتمي لأقصى اليمين المتطرف داخل الحزب الجمهوري هو من أصول لاتينية، وتم إلقاء القبض عليه قبل يومين قبل هذه الأحداث. الفكرة الآن في ماذا تحديدا أستاذ العزيز؟ الفكرة أن الحزب الجمهوري وقياداته هم الذين أوصلوا الأمور إلى هذا الحد بسكوتهم على دونالد ترامب وتأجيجه لمشاعر المواطنين الأمريكيين ضد بعضهم البعض خلال السنوات الأربعة الماضية. لم يتحرك القادة الجمهوريون وعلى رأسهم ميتش ماكونيل الذي يرفض مثلا كل الدعم الذي تحاول أو يحاول أعضاء الحزب الديمقراطي تقديمه للمواطنين الأمريكيين في صورة شيكات مباشرة أو تقديم دعم كبير للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى آخره. هذا الرجل مثلا لعب دورا خبيثا جدا من وجهة نظري الشخصية في إزكاء هذه المشاعر بسكوتها على الرئيس دونالد ترامب. نائب الرئيس مايك بينس، ولو أني أحترم قراره بالأمس ووقوفه بجانب الدستور الأمريكي والديمقراطية الأمريكية ورفضه المطالبات من قبل الرئيس دونالد ترامب بأن يقوم بإلغاء نتيجة الانتخابات وردها على الولايات مرة أخرى.